الحريف امير الموهوبين يكفي فخرا الحقيقه انه اول لقطات ظهوره كان اللي بيقدمه لجماهير الكره في مصر ولجماهير نادي الاهلي على وجه الخصوص الاسطوره محمود الخطيب. لبس نمره 10 وكان اهل الحقيقه لثقه مش بس كابتن محمود الخطيب ولا المديرين الفنيين اللي توالوا على النادي الاهلي في الفتره اللي لعب فيها ومشواره ابتدى من 1988 لغايه 2003، لكن كمان ثقه جماهير النادي الاهلي. بفتكر كويس جدا الحقيقه انه مفيش لقطه صعبه، مفيش لحظه حرجه مرت بيها الفرقه، مفيش لحظه عجزت فيها الحلول الموجوده في فرقه النادي الاهلي عن اختراق دفاعات الخصوم الا وكان الهتاف باسمه في المدرجات. بكلمكم على واحد من امهر اللعيبه اللي شافتهم عيني الحقيقه في الملاعب المصريه وعلى وجه التحديد في النادي الاهلي. بتكلم على امير الموهوبين وليد صلاح الدين. قبل ما نستمتع الحقيقه بمجموعه من اللقطات اللي متع فيها وليد صلاح جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه الحقيقه، لان انجازاته كمان مع منتخبات مصر وخصوصا منتخبات الشباب كانت كبيره جدا، خلينا نشوف مجموعه من الارقام اللي بتلخص لحضراتكم مشوار وليد صلاح الدين مع النادي الاهلي. مفيش حد منصف ممكن يقول ان وليد مش من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه. اذا كنت بتتكلم على المهاره، اذا كنت بتتكلم على الحرفنه بكل معانيها، فيها تتجسد الحقيقه في عدد قليل جدا من الاسماء على مدار التاريخ، وبالتاكيد لازم تحط وليد صلاح واحد منهم. والحقيقه يمكن زي ما قلت لكم مفيش لعيب في الفتره دي خد ثقه الجمهور وكاد جماهير النادي الاهلي بتشوف فيه الملاذ الاخير في حاله انه الاهلي مش قادر او عاجز في مواجهه صعبه او ماتش ظروفه مش ماشيه لصالح النادي الاهلي. ما كانتش الجماهير بتثق في حد قد ما كانت بتثق في وليد صلاح الدين في التوقيت وفي الفتره اللي هو لعب فيها. وكان هتاف وليد بيهز مدرجات النادي الاهلي في كل الماتشات. طبعا يعني انا بشوف ان وليد الحقيقه يمكن كمان كان يستحق اكتر بكتير جدا، حجم موهبته كانت تستحق منه هو شخصيا اهتمام اكبر من كده، لان وليد كان بيتمتع بمميزات كل حاجه تحلم بيها في لعيب حريف في رياضة كرة القدم. القدرة على المراوغة اللي خليك تحس انه مهما كان حجم الخصم، انا مش بتكلم بس على اهداف، طبعا شايفين ده هدفه في المنصورة اعتقد في نهائي الكاس، لكن قدرة وليد على المراوغة، خفة الحركة، الرشاقة، القدرة على انه يستخدم رجليه الاثنين، كانت مميزات كبيرة جدا بتميز وليد صلاح الدين الحقيقة اثناء فترة لعبه مع النادي الاهلي. وده اللي يمكن زي ما قلت لكم اترجم بشكل كبير جدا عند الجماهير في حالة ثقة إن وليد هو من يملك المفاتيح ومن يملك الحلول لكل المواقف الصعبة.